باحثون فرنسيون يخططون لاختبار لصقات النيكوتين على ضحايا كورونا، وتشير فرضية الدراسة تؤكد على المخاطر الصحية الخطيرة للتدخين إلى أن مادة التبغ قد تقلل من خطر الإصابة بالفيروس التاجي، حيث يخطط الباحثون الفرنسيون لاختبار لاصقات النيكوتين على مرضى فيروس الكورونا التاجي والعاملين الصحيين في الخطوط الأمامية، بعد أن أشارت دراسة سابقة إلى أن المدخنين قد يكونوا أقل عرضة لخطر الإصابة بالفيروس. وافترض فريق طبي بمستشفى بيتي سالبتريار أن النيكوتين يمكن أن يمنع الفيروس من إصابة الخلايا أو يمنع الجهاز المناعي من التفاعل الزائد مع الفيروس وفق تقديرهم. تشير الدراسة التي تنتظر التجارب السريرية للصقات موافقة السلطات الصحية في الدولة، وستجرى في أحد مستشفيات باريس الكبرى، إلى أن مادة في التبغ ربما النيكوتين قد تمنع المرضى الذين يدخنون من الإصابة بكوفيد 19. ولكن حذر أطباء من مغبة التسرع والحكم على النتائج طالما أن السجائر تبقى مضرة بالصحة العامة وفق تقديرهم، خاصة أن هذا يتعارض مع توصية منظمة الصحة العالمية التي تحذر من التدخين في كل الأحوال. دراسة تكشف فصولها الأولى سبب مقاومة العرب لفيروس كورونا. نشرت جمعية المهندسين الوراثيين في الأردن جزءا من بحث قيد الدراسة يفسر مقاومة أجسام العرب لفيروس كورونا بعكس الدول الغربية، ويقول البحث أن عرب الشرق الأوسط يمتلكون جينيتكس SNPS، وهو تعدد في أشكال النوكليوتايد المنفرد يختلف عن شرق آسيا وأوروبا، والذي يمكن أجسامهم من مقاومة الفيروس بكل سهولة. وأوضحت الدراسة أن الخلية الرئوية لدى العرب في الشرق الأوسط تمتلك مستقبلات أقل للفيروس، وأعطى البحث مثالا إذا ارتبط فيروس واحد في خلية رئوية من شخص أصوله عربية شرق أوسطية، فإن الخلية الرئوية لدى شخص من شرق آسيا أو أوروبا سيرتبط فيها بألف فيروس، وبالتالي جهاز المناعة سيقاوم بسهولة العدد الأقل للفيروس. وأخيرا دراسة تتوقع تواريخ انتهاء الجائحة بعدد من الدول. توقعت دراسة أعدتها جامعة سنغافورة للتكنولوجيا والتصميم توقيت انتهاء جائحة كورونا في عدد من دول العالم استنادا إلى بيانات مقدمة من تلك الدول. وتوقعت الدراسة المذكورة انتهاء الوباء في معظم الدول العربية خلال شهري مايو ويونيو المقبلين، واعتمدت الدراسة على أن تقييمها للموقف على الإصابات وأنماط الحياة ودورة الفيروس في عدد من الدول العربية وأوروبا وأسيا إضافة إلى أمريكا. ووفقا لهذه الدراسة سنتابع الأرقام من خلال موقع الدراسة نفسه لنتابع في كل بلد كيف سيكون الوضع. فمثلا في سنغافورة يتوقع، طبعا الدراسة تحدد بعض النسب، فالتوقع بأن سينتهي الوباء تماما أو بنسبة 97% في الرابع من يونيو في سنغافورة. وتتوقع أيضا الدراسة انتهاء الوباء بنسبة 100% من العالم في 8 ديسمبر المقبل. في الولايات المتحدة تتوقع انتهاء الوباء بنسبة 97% في 11 مايو، وكذلك في إيطاليا في 7 مايو تنتهي بنسبة كبيرة 97% تقريبا. وفي تركيا تتوقع أن 16 مايو هو موعد انتهاء الوباء بنسبة 97% كذلك. وأيضا في السعودية، المملكة العربية السعودية، تتوقع أن يكون في 21 مايو ينتهي الوباء بنسبة 97%. وكذلك في الإمارات ينتهي الوباء في 11 مايو بنسبة 97% كذلك، ويكون بعد ذلك بأيام قليلة ينتهي الوباء تماما. وفي المملكة المتحدة في بريطانيا ينتهي الوباء بنسبة 97%
في 15 مايو. وننتقل للدول في الشرق الأوسط والدول العربية. في إيران مثلا تتوقع الدراسة انتهاء الوباء في 19 مايو بنسبة 97%، وربما ينتهي تماما بعد ذلك بقليل. وأيضا ننتقل إلى دولة أخرى، الدول العربية. في مصر مثلا توقع انتهاء الوباء في 19 مايو بنسبة 97% حسب هذه الدراسة. في عمان في 15 مايو تنتهي بنسبة 97%، وكذلك في قطر تنتهي بنسبة 97% في 26 يوليو. وفي الأردن تنتهي بنسبة 99% في 6 مايو. وكذلك في لبنان تنتهي بنسبة 99% في 7 مايو. في الكويت تنتهي في 5 يونيو ب 97%، وتنتهي كذلك في البحرين في 6 أغسطس بحوالي 97%. هذه طبعا تقديرات الدراسة وفقا للبيانات التي تحصلت عليها من الدول نفسها ومن بيانات الدول نفسها، وكما ذكرنا تعتمد على مدى تطور الفيروس وانتشاره وأنماط الحياة هناك. معنا ينضم إلينا الآن دكتور حسان الصواف، استشاري الأمراض الصدرية والعناية المركزة، ليجيب عن الأسئلة الخاصة بالحالات المرضية في الصيام وكذلك متابعة مستجدات وباء كورونا. ونبدأ دكتور حسان بالتعليق على هذه الدراسة التي يعني تبشر بانتهاء الوباء في أغلب الدول العربية خلال الشهر المقبل والشهر الذي يلي. تعليقك عليه. السلام عليكم، كل عام وأنتم بخير. الدراسة هي الحقيقة جيدة لا بأس فيها، ولكن كما ذكرت أنت دراسة توقعية، فهي تعتمد على قراءات ونتائج سير المرض في كل دولة، تأخذ المعلومات من كل دولة، كم عدد الإصابات، كم عدد المتعافين، كم عدد الوفيات، كم عدد الفحوص المجرات، كل هذه تفيد في هذه الدراسة، ولكن تبقى دراسة توقعية. أنا يعني هي كمان غير واضحة، ينتهي الوباء لا ينتهي الوباء حاليا، لن ينتهي الوباء بهذه السرعة، وما زلنا نرى في الصين يوميا يوجد حالات مكتشفة حسب تصريحات الصينيين يوميا، إنما العدد قل كثيرا ولكن لم ينتهي. أظن أنه إذا كان المقصود من هذه الدراسة هي خفة حدة انتشار الوباء فهي قد تكون مصيبة، ولكن يعني ما أظن أنه ينطبق على جميع الدول هذه النتائج. يعني من المتوقع في أغلب المنطقة هي أنه تكون أبكر من هذه بداية تراجع في حدة انتشار المرض وزيادة عدد المتعافين، أظن تكون أسرع من ذلك، وأظن فترة العيد ستكون حاسمة إن شاء الله، ويكون غالبا العيد عيدين. والله يعني هذه أفضل بشرة وأفضل ما في اللقاء دكتور حسان، أنت تتوقع أو ربما تعلي أو تزايد على هذه الدراسة أننا يعني سيكون العيد عيدين كما تقول. فهل لديك تقديرات معينة مثلا، يعني أنت في معنى من الدوحة بالتأكيد، هل يمكن أو تطلعنا على بعض التقديرات وفقا للبيانات المتوفرة لديك من خلال التعامل مع الحالات هنا؟ هلا نحن في الدوحة الجميع يلاحظ ازدياد عدد الحالات المشخصة. هذا الرقم الذي نراه هو الحالات المشخصة، يجب أن يعرف الناس أنه هذا عدد الحالات مشخصة ولا تعني عدد المصابين، عدد المصابين غالبا أكبر من ذلك، وجميع الدول نفس الشيء. نحن شخصنا من هذه الحالات هذا العدد الذي أصبح 8000 وضع أو قريب من 9000 تقريبا، لكن هذا جيد لأنه نحن عم نكتشف حالات صرنا بصورة أسرع وأبكر. الشيء الجيد أيضا هو ازدياد مضطرد في نسبة المتعافين، هذا شيء كثير مطمئن، هذا الرقم مهم بالنسبة لنا جدا، نسبة المتعافين. وقطر عندها مثلا عندها المتطلبات لشروط أن يكون متعافي متطرات صارمة وشديدة، وهذا أيضا شيء جيد جدا. فنحن عنا عدد متعافين نراه يزداد كل يوم، نسبة الوفيات لله الحمد قليلة، فهذا كله عوامل أو مؤشرات إيجابية إن شاء الله أننا قربنا جدا من الذروة،
وقريبا سنبدأ بالهبوط باتجاه التراجع. على ذكر قطر، الآن وزارة الصحة القطرية أعلنت تسجيل 929 إصابة جديدة بفيروس كورونا، والعدد يرتفع إلى 10,287 إصابة. دكتور، أعتقد أن هذا من أعلى أيام الإصابة. هل يعني كنا في أرقام 200 300 وارتفعنا إلى 500 600، هل نحن الآن وصلنا للذروة فعلا أم ماذا تتوقع؟ نحن نقترب جدا من الذروة، هذا الرقم لا يخيف إلى الآن، ما زال لا يخيف، إنما هي أعداد المرضى المشخصين الذي يطمئن. كما ذكرت أعداد متعافين، أنا لم أعرف العدد اليوم، ولكن 929 لا المتعافين، كم المتعافين اليوم؟ لا، لم يتوفر المتعافين المعلومة التي لدي عن عدد الإصابات الجديدة 929 المؤكد اليوم. نعم، الإصابات المؤكدة اليوم. ألو، أيوة أسمعك دكتور. نعم، الإصابات المؤكدة اليوم هي هذا الرقم، هذا يعني نحن نقترب جدا من الذروة، وغالبا يعني نتجاوز الذروة باتجاه إن شاء الله التراجع، وبانتظار رقم المتعافين سيكون رقم مطمئن أيضا، لأن نسبة المتعافين تزداد أيضا مع زيادة رقم المشخصين، وهذا مؤشر جيد جدا. ما زال نسبة الوفيات قليلة، سيطر على المرض تبدو لي جيدة، وإن شاء الله الأمور ستكون بخير، لا طيب. غير مخيف إن شاء الله مخيف. إن شاء الله دكتور، ولكن أيضا وفقا لهذه الدراسة التي استعرضناها، يعني هناك تباين ما بين انتهاء الوباء طبعا حسب توقعات هذه الدراسة في الدول العربية ما بين دولة وأخرى، خاصة يعني أن الدول قريبة من بعضها البعض وتتشابه في كثير من الأمور. لو ضربنا مثلا الدول الخليجية، هناك تباين ما بين توقعات انتهاء الوباء في قطر عن السعودية، عن البحرين، عن الإمارات، فبرأيك إلى ماذا يرجع ذلك؟ يعني يعتمد على نسبة الأعداد المشخصة، نسبة الأعداد المتعافية، نسبة الأعداد التي تم الفحص لها، كمية إجراء الفحوص كل دولة. طبعا يجب أن يوجد هذا التباين، ولكن يعني الدراسة هي توقعية بكل الأحوال وليست دراسة جازمة، وهذا ما لاحظنا أنه حتى دبي لم تنتظر هذه الدراسة، فقامت بإجراءات مبكرة في البدء بتخفيف نظام العزل. نعم طيب، عدد المتعافين في قطر اليوم 83 83 حالة تعافي، شيء جيد وشيء مبشر بالخير، والرقم قايل للازدياد، كل يوم سنراه بإذن الله يزداد أكثر من الذي قبله، ومع أن شروط أنه حتى نقول أنه هذا المرض تعافى في قطر أكثر صرامة من باقي الدول للتأكد 100% أنه أصبح تماما غير خطير وغير قابل للأعداء الآخرين، فيبدو لي نحن في ما زلنا في وضع جيد إن شاء الله. طب يعني المشاهدون يسألون عن بعض الدول العربية بعينها مثل المغرب والجزائر، ولكن كما ذكرنا الدراسة يعني استندت إلى المعلومات التي وردتها من بعض الدول، وليس كل الدول أعتقد مشمولة في هذه الدراسة. ولكن أيضا الجيد توقع انتهاء الجائحة من العالم في 8 ديسمبر المقبل. هذا ممكن، طبعا هذا ممكن جدا، كما حدث للجوائح السابقة أنه يعني هذا منطقي، هذا الرقم الانتهاء من الجائحة، لكن تراجع، سيكون في تراجع كبير أظن خلال أسابيع قادمة، سنرى تراجع كبير في أغلب الدول، وقد بدأت مظاهره في أوروبا، في إيطاليا وإسبانيا وحتى ألمانيا، طبعا صار تجاوزت هذه المنطقة فترة، وأصبح عدد المتعافين كبير جدا في ألمانيا، في إسبانيا ازداد عدد المتعافين، فنحن في هذه الدول تجاوز الذروة وهم باتجاه التراجع الكبير. لا في طيب. في ديسمبر ممكن يكون رقم منطقي انه انتهاء الوباء، ممكن هذا الشيء. نعم
على كل حال يعني نتمنى يكون انتهاء الوباء بالكامل وليس كما يقال الموجة الأولى والثانية، خاصة أن 8 من ديسمبر هو الشتاء وهو توقعات بعودة موجة ثانية في الشتاء وفقا لبعض الدراسات. طبعا غالبا يعني الأوبئة السابقة هكذا قالوا يوجد هجمة ثانية، طبعا حدثت هجمات ثانية وثالثة الـ H1N1 شاهدناه، ولكن أصبح ضعيف جدا، أصبح مثله مثل الإنفلونزا العادية، لا يخيف ولا يوجد خطورة كبيرة، فممكن يحدث ولكن لن يكون بنفس هذه الحدة إن شاء الله، ولكن ممكن ننتظر أشكال جديدة وأوبئة جديدة، ممكن أن تحدث أشياء أخرى، الله أعلم. إن شاء الله يحدث كل خير. طيب دكتور، يعني الآن كثير من المراقبين والباحثين ينظرون إلى المنطقة العربية ويتابعون تفشي الوباء فيها من حيث عدد الإصابات، من حيث الحالات الخطرة، وربما المثير، وهو الحمد لله أمر جيد، لم يصل الأمر إلى ما وصلت إليه الحالة في أمريكا والدول الأوروبية والصين في بدايات الأمر. وعلى هذا الأساس يعني خرجت الدراسة الأردنية تحاول تفسير هذا الأمر الذي عرضناها منذ قليل، وتقول أن الجينات الوراثية ربما تلعب دور في هذا الأمر، وتقول أن يعني توجد أجسام مضادة في جينات المواطنين العرب تحول دون استقبال عدد كبير من الفيروسات، وهو ما يجعل الأمر خفيف ويمكن مقاومة الفيروس بسهولة ولا يؤدي إلى النتائج التي حصلت في أمريكا وأوروبا وبلاد أخرى. تعليقك على هذه الدراسة، وما زالت هي قيد الدراسة، يعني لم تنتهي بعد حسب ما أعلنه الأطباء في جمعية المهندسين الوراثيين. كلام جميل، والحقيقة ملاحظ تماما هذا الشيء، أنه حدة الإصابات وشدتها وأعدادها وشدة العدوى مختلفة في منطقتنا عنها ما حدث في أوروبا. يبدو أنه أجسام الإنسان ليست متشابهة، وطريقة تقبل العدوى ليست متشابهة، تختلف من عرق إلى عرق، وتختلف من شخص لشخص، وضمن العائلة نجد أيضا في اختلاف بين شخص وآخر. تأتي الناموسة إلى داخل المنزل، تلدغ واحد في المنزل أو اثنين وتترك الآخرين، فهي يعني يوجد اختلاف بطبيعة الأجسام واضح جدا، لاحظناه سابقا في السارس وفي الـ H1N1، يوجد في العائلة الواحدة شخص يصاب إصابة شديدة ويمكن أن تؤدي به إلى العناية المشددة، وأشخاص ولا يصابون بأي شيء. الملاحظ أنه في بلادنا الحقيقة أنه نسبة الإصابة، وليست في البلاد العربية أيضا، تكلمنا منذ فترة، الملاحظ أيضا ضمن أوروبا، في ألمانيا يبدو في مقاومة، في ألمانيا وفي تشيك اللي هو عرق مشابه لألمانيا والنمسا، هذول ثلاثة بلدان نسبيا متشابه، وكذلك بولندا كانت نسبة الوفيات قليلة جدا بالمقارنة مع جيرانها من الدول الأوروبية الأخرى، فيبدو عدا أنه أسباب أخرى، من ضمن الأسباب قد يكون الجينات هي تلعب دور. منطقتنا العربية والعرق اليهودي أيضا نسبة الوفيات في إسرائيل كمان قليلة جدا، وأيضا في فلسطين، وفيها يبدو أنها قد تكون متشابهة في بعض الأمور الجينية أو المكونة الوراثية لهذه المنطقة. نعم، حتى حسب هذه الدراسة الأردنية يعني تمت ملاحظة أن يعني العرب في الأراضي العربية الفلسطينية هم أقل إصابة وأقل حدة في الإصابة من اليهود في هذه المنطقة، وهذا يشير أو إلى ما تشير إليه الدراسة بأن الجينات العربية بشكل عام قد تكون أقل عرضة لاستقبال كم كبير من الفيروسات. ولله الحمد، نعم هذا ملاحظ تماما، انه نسبة الاصابات اقل من الاعراق الاخرى، وهذا ان شاء الله يعني جيد جيد، والا كانت مصيبة كبيرة، لان نعم نسبة الانتدام قليلة جدا في بعض الدول العربية في العزل، وبالرغم من ذلك نجد الاصابات قليلة، صحيح.
هذا بالإضافة طبعا إلى ضعف الإمكانات في كثير من الدول العربية. طبعا أريد أن أنوه أننا الآن على ترددات الجزيرة مباشر على الشاشة، وكذلك على صفحة برنامج مع الحكيم وصفحات الجزيرة مباشر مع دكتور حسان الصواف للإجابة عن أسئلة الجمهور المتعلقة بكورونا، أو كذلك عن الحالات المرضية في الصيام في شهر رمضان. ويعني كنا نتحدث كذلك دكتور حسان عن نقطة مهمة، وهي فكرة الأمر الجيد كما ذكرنا، وهي قلة الإصابة وقلة حدة الإصابة في العالم العربي ولدى المواطن العربي. هذه الدراسة خرجت مؤخرا من قبل المهندسين الوراثيين أو جمعية المهندسين الوراثيين الأردنيين، تقول أن الجينات العربية يعني تساعد على التصدي لفيروس كورونا. ولكن هل أنت مع هذا يعني هذا السياق دكتور حسان، بأنه بالفعل البلاد العربية يعني كانت أقل حدة في الإصابة، أم مع التصور الآخر أن ربما تكون الموجة قادمة كما تحذر دائما منظمة الصحة العالمية؟ منظمة الصحة العالمية حتى الآن تحذر أفريقيا والبلاد العربية من خطورة الموقف وأن الموجة قادمة لكم. يعني كل الاحتمالات مفتوحة للأسف. لا، هذا الفيروس هو غريب جدا، وما زالت الأشياء كل يوم نستيقظ على شيء جديد، ولا يوجد توقعات جازمة. وإنما الملاحظ أنه مثلا إذا أخذنا الأردن، أصيب أعداد كبيرة في البداية ثم توقف، فيبدو أنه يعني لن يزداد أكثر من ذلك، تم السيطرة على الموضوع. في لبنان، هدول دول يعني فيهم شفافية في هذه المنطقة أكثر من غيرهم. مثلا بالخليج واضحة القصة، أنه يعني وصلت لحد غالبا نحن في قمة هذا الهرم. في باقي الدول الثانية حيث لا يوجد كثير من الشفافية لا نستطيع أن نتنبأ، ولكن يوجد حالات إصابية حسب ما يريدنا من معلومات، يوجد ولكن لا يوجد بالحجم الكبير. فلو كان أنه الجائحة ستمتد وستمتد أكثر من ذلك لكانت امتدت، ولكن يبدو في شيء من الصحة أنه يوجد خصوصية وراثية لهذه المنطقة تخفف إن شاء الله من شدة انتشار هذا العدوى من حدة الإصابة. طيب، في سؤال مهم من حمزة القاضي، يقول كم نسبة الفحص السليمة بالنسبة لعدد السكان حتى يكون الوضع مطمئن؟ فيقول مثلا الأردن 10 مليون، كم عدد الفحوصات التي يجب عملها؟ يعني لا، السؤال غير واضح. كم يجب لو نسبة نستطيع أن نعمل نسبة الفحص بالنسبة لعدد السكان، ما هي النسبة الجيدة، يعني النسبة التي يجب أن كل دولة تجريها؟ إذا تمكننا من أخذ عينة 20-30% من السكان فهذا جيد جدا. 20-30% من السكان، نعم، تعطينا فكرة جيدة وتساعد كثيرا، ونحن بعيدين عن هذا الشيء طبعا. تمام، هل هناك دول عربية تطبق هذه النسبة؟ لا، ما زال صعب جدا. هلأ تتصور مثلا بفرنسا اللي بعد أسبوعين من الآن موعودين بإجراء 200 فحص باليوم، 200 ألف فحص بعد أسبوعين من الآن. فهذا يعني هذه الأرقام وصولها صعب جدا، يعني تحتاج إلى إمكانيات هائلة وتجهيزات هائلة، وهي في الدول الأوروبية المتقدمة. ففي بلادنا ما أظن سنستطيع، يعني قدر المستطاع، لكن طيب مستحيل. ويعني من نتائج هذا الفحص أننا نصل إلى أعداد كبيرة من المصابين، ولكن يبقى سؤال مهم وللأسف حتى الآن لم تتم الإجابة عنه بوضوح، هل أعداد أو هل المصاب يتشكل لديه مناعة أو حصانة من الفيروس؟ كمان سؤال جميل جدا، لأنه كمان للأسف الشديد من ضمن المجادلات اليومية حاليا بين مجموعة وأخرى من العلماء أنه تتشكل أو لا تتشكل. إلى الآن لا يوجد الحقيقة تأكيد لهذا الموضوع أنه تتشكل 100%، ما زال في شك بتشكل المناعة، وهذا ما يفسر أنه في بعض الأماكن ظهر الإصابة عند نفس الشخص مرة ثانية ومرة ثالثة، وظهر عدة
حالات من هذه الحالة، فبالتالي لن نستطيع الجزم بالجواب في المرحلة الحالية، يوجد اتجاه واتجاه معاكس. نعم طيب. كذلك دكتور تركي رؤوف يقول عدد الإصابات في مصر قليل أما الوفيات فنسبتها كبيرة، بما نفسر ذلك؟ تأخير التشخيص، قد يكون تأخير التشخيص وضعف الإمكانيات تماما، لأنه ما عم يروح المريض بالفترة الأولى من المرض، عم يروح بحالة متقدمة جدا، وهذا ما يفسر أنه عم يروح على المستشفى فقط الحالات المتقدمة التي تصل إلى بالأخير الوفاة، ونقول أنه يسجل على مرض كورونا. يوجد أعداد أكبر بكذلك من كثير من المشخصة يعني المتداولة، ما أظن الرقم المتداول هو رقم صحيح بالنسبة لمصر، قد يكون مصابين أكبر من ذلك بكثير، لكن المتوفين متأكدين أن هذا توفى بسبب هذا المرض، لذلك هذا الرقم كبير عنده. نعم يعني ربما لو هناك فحص أكثر وإعلان عدد إصابات أكبر تقل نسبة الوفيات بالنسبة للمصابين في مصر. نعم طيب. عبد الرحيم سليم يعيد نفس السؤال، هل يعود الفيروس من جديد للشخص المتعافى منه؟ يعني أجبت عن هذا السؤال، لا يوجد دراسة تؤكد ذلك دكتور، صحيح؟ تماما، لا يوجد ما يؤكد إلى الآن، يوجد جدل، يوجد من مع ويوجد ضد، لا يوجد جزم في الموضوع، ننتظر دراسات مثبتة ومؤكدة. طيب دكتور، يعني الجمهور معنا الآن يحاول تحليل الظاهرة الجيدة في يعني عدم حدة الإصابات في البلاد العربية، فمثلا محمد عمران يسأل هل التطعيمات الخاصة بمرض السل البي سي جي تقلل من الإصابة بفيروس كورونا؟ هل يمكن أخذ ذلك في الاعتبار؟ نعم تماما، يعني توجد بعض الدراسات التي تقول أنه أخذ بسبب أخذ هذا اللقاح نلاحظ قلة إصابة الأطفال، والبلاد التي ما زالت تستخدم اللقاح كمان ساعد، قد يكون هو عامل مساعد في التخفيف من شدة الإصابة أو من انتشار الإصابة، ولكن أيضا ما زلنا في مرحلة الفرضيات، لكن طبعاً يوجد قوة في هذه الفرضية. طبعا أريد أن أؤكد على ما تقوله دكتور حسان، وأؤكد للجمهور طبعا يعني الفيروس هذا حديث، الدراسات تأخذ أوقات كثيرة جدا وأوقات طويلة جدا حتى تثبت أمر ما يتعلق بشيء علمي أو طبي، فبالتالي كثير من الدراسات تخرج ويعني ولكن لا يمكن التأكد منها، وقد ينتهي الفيروس ولا نعلم الكثير عنه دكتور حسان. نعم طيب. سؤال من مجدي القرشي يقول هل ارتفاع درجات الحرارة يخفف من الإصابة؟ الأسئلة يعني من الأسئلة المعتادة. طبعا كمان نفس الجواب، للأسف ما يوجد ما يؤكد هذا الشيء، كنا نظن في البداية أن قد تكون الحرارة عامل مساعد، لكن إلى الآن لا يوجد ما يؤكد هذا الشيء، الأيام القادمة تساعدنا في التأكد من هذا الشيء، لكن لا يوجد إلى الآن دراسة تؤكد أن الحرارة قد تخفف من انتشار المرض، لأنه يعني يوجد دول تصيب حاليا ويوجد نعم. عندها المرض، البرازيل كأستراليا المرض موجود عندهم وهن في الصيف. نعم طيب. في تعليق جيد جدا من عبد القادر البرعاصي يقول قلة حدة الإصابات مشاهدة أيضا في الهند، في المكسيك، في أفريقيا، وبصفة عامة جنوب الكرة الأرضية تحت خط عرض 24 شمالا تقريبا، وهذا من أهم ما تشترك فيه الدول، الطقس والبهارات وقلة احتكاكها نسبيا بالمصدر، فما رأيك؟ ويقول يعني لا يصح الحديث عن أي نظرية قبل إثباتها في المختبر، ونحن معك عبد القادر، ولكن بالتأكيد نحاول أن نبحث جوانب كل دراسة أو الدراسات المهمة المثيرة التي تخرج علينا. ما رأيك في كلام عبد القادر دكتور حسن؟ يعني ملاحظات جيدة. بالجهة الجنوبية من الكرة الأرضية طبعا أقل من الجهة الشمالية، ولكن نرى ازدياد حالات في الفترة الأخيرة في البرازيل، يعني واضح بدأت الأعداد بازدياد سريع جدا في البرازيل، ويخشى على البرازيل من تنحى منح الولايات المتحدة أو الدول الأوروبية،
ملاحظ ازدياد كبير. هاي برازيل في الجهة الجنوبية من الكرة الأرضية، لكن مثلا جنوب أفريقيا الأعداد قليلة. أستراليا بدأوا بالانحدار وبدأوا بالانفتاح عمليا، واعتبروا أنهم في مرحلة التراجع الكبير جدا، لكن كان في مرحلة كبيرة ولكن لم يمتد بصورة كبيرة بسبب كبر أستراليا. لكن كل هذا يعني ملاحظات، خلينا نحطها تحت ملاحظات وليس تحت مؤكدات. وكذلك ياسين بريك يقول: بماذا تفسر قلة الإصابات في أفريقيا مقارنة بأوروبا؟ أضيف على هذا السؤال دكتور فيما يتعلق بالحديث عن أن أفريقيا أقل تضررا من العالم الشمالي وأصحاب البشرة السمراء تحديدا، فبالعكس في أمريكا كانت دراسات تقول أن أغلب المصابين من أصحاب البشرة السمراء، وفي الصين كذلك قيل أن يعني الموجودين في الصين من أصول أفريقية هم أكثر نقلا للعدوى، فبما تفسر هذا التباين يعني؟ نعم، بأفريقيا للأسف دراسات ضحلة جدا وضئيلة، ولا نعرف يعني درجة الإصابة بسبب ضعف الإمكانيات. قد يكون هذا الكلام صحيح، الأرقام المعلنة لا تعكس حقيقة الأمر، ولكن قد يكون هذا شيء يعني مقبول. قد تكون للوراثة تلعب دور في نسبة الإصابة عند أصحاب البشرة السوداء، والله أعلم، ممكن هذا الشيء، ولكن واضح أنه ما في إمكانيات تشخيصية كمان لنؤكد هذا الشيء، يعني ضعف كبير بالإمكانيات التشخيصية. نعم، طيب هناك من يشدد ويسأل مجددا عن موعد انتهاء الفيروس في الجزائر. طبعا نحن لا نعلم موعد انتهاء الفيروس في أي بلد، ولكن دراسة من سنغافورة اختارت بعض الدول التي يعني حصلت منها على بعض البيانات وتوقعت، لا نستطيع أن نجزم أن هذا هو الموعد الحقيقي، قد ينتهي قبل ذلك إن شاء الله. يعني كما قلنا الفيروس كثير من الأمور الغامضة حوله لا نعلمها، فبالتالي الجزائر قد تكون غير مشمولة في هذه الدراسة. أعتذر من الأخ عماد. سؤال من عزيز يقول: في الأيام العادية أشرب الماء كثيرا مع تبول، لكن في رمضان عندي الأمر عادي مع الصوم، هل من شيء في هذا الأمر دكتور؟ شو عادي بالنسبة لشرب الماء ولا لعدم طلب الماء؟ يشرب ماء كثيرا في غير رمضان، يشرب ماء كثيرا ويتبول بشكل طبيعي، لكن في رمضان يعني هو يشرب، يعني على ما فهمته هو يقول هكذا بالضبط: في الأيام العادية أشرب الماء كثيرا مع تبول، لكن في رمضان عندي الأمر عادي مع الصوم. يعني الجسم الله خلقه يضبط نفسه ويعيد توازن نفسه، ومن ضمن التوازن يخف الحاجة إلى الماء ويخف الخروج إلى الحمام والتبول. فهذا يعني كله طبيعي، كله الفيزيولوجية الجسم مصنوعة بهذا الشيء، إنه الجسم يعمل حسب المتاح وحسب النظام الذي يعيش فيه الإنسان. طيب سؤال من إبراهيم تشيكالي يقول، يسأل عن دواء الكلوروكين، هل له مضاعفات سلبية على الصحة؟ وهذا يطرح سؤال مهم دكتور حسان بشأن هذا الدواء الذي كان في البداية محل اهتمام وتشجيع ودعم كبير جدا من الرئيس ترامب ومن جهات مختلفة، والآن كثير من الدراسات تثبط من أهمية وتقلل من أهمية هذا الدواء، بل بالعكس تعتبره مضرا لمرضى كوفيد 19. كيف تفسر هذا الأمر؟ هل الأمر طبيعي في إطار علمي طبي أم ماذا؟ الحقيقة بأمريكا لم يوقفوا استخدام الدواء، وإنما حددوا استخدامه للمستشفيات بسبب الآثار الجانبية لهذا الدواء. طبعا يوجد آثار جانبية للأسف أكثر من غيره، نعم صحيح، وخاصة إذا تشارك مع أزيثروماكس أو الأزيثرومايسين كمان، هذا خاصة على القلب يوجد تأثيرات جانبية، ولكن هذا المتاح وحاليا يعني ما زال هو في قمة الأدوية التي إلى الآن أثبتت أنها يعني قد يكون لها أدوار إيجابية في معالجة هذا المرض. أمريكا تنبه من أن صار الناس تستخدمه حتى تحاول استخدامه بصورة شخصية من الخوف
أو بصورة وقائية أيضا من الخوف. يعني الخوف دفع كثير من الناس إلى الخطأ في استخدام هذا الدواء، لذلك خرجت تصريحات بشكل واضح عدم استخدامه إلا في المستشفى وضمن وصفات محددة. نعم، ولكن يعني أنت دكتور يعني أعتقد أن هذا الدواء موجود في كثير من بروتوكولات علاج الدول العربية، نعم فهل أنت رغم كل هذه الدراسات ما زلت تعتبر أنه من العلاجات المناسبة لحالات الكوفيد 19؟ الحقيقة نحن نقول الجود بالموجود، وهذا الموجود حاليا ما يوجد عندنا يعني أفضل من هذا الدواء حاليا ضمن الظروف الحالية. طيب يوجد دواء ثاني تحت أدوية أخرى تحت التجربة، ولكن ما زالت غير يعني غير دقيقة النتائج. كثير من الأدوية تحت التجريب وكثير من اللقاحات كذلك دخلت في مراحل متطورة، ويعني كنا كذلك تابعنا تصريحات للعالم الفرنسي ديدي راؤول الذي توقع أن ينتهي الأمر تماما في الصيف، وكأننا لم نسمع عن هذا الفيروس، وهذا ربما يتماشى مع الدراسات التي تخرج وتتوقع أن الفيروس أوشك على الانتهاء. كثير من التوقعات بهذا الأمر وكثير من المؤشرات على انحسار عدد الإصابات وحدة الإصابات، ولكن كل هذا يعني لم يتماشى ولم يجعل منظمة الصحة العالمية تلقي بتصريح مطمئن أو يعني مبشر إلى حد ما، رأيك في ذلك؟ دكتور حسان، ايوه سؤال بالله عفوا. يعني كنت أتحدث عن توقعات العالم الفرنسي ديدي راؤول عن أن الفيروس سينتهي تماما في الصيف، وكثير من التوقعات والمؤشرات عن هذا الأمر كذلك أن الفيروس أوشك على الانتهاء، ولكن يتعارض ذلك مع تصريحات منظمة الصحة العالمية حتى الآن، لماذا برأيك؟ صحيح، نعم. الحقيقة كان نفس الفكرة الأولى التي طرحناها، وهي أن يعني هذا الفيروس مجهول إلى الآن، ما زال يعني نكتشف، كل يوم نكتشفه، ولا أحد يستطيع أن يتوقع بقوة، يقول يتصور الأمور ولكن لن يكون جازما، ودائما عم يطلع مفاجآت مخالفة لما كنا نتكلم عنه. طيب كانجي يقول إذا كان هيدروكسيكلوروكين يستخدم كعلاج لكورونا، فلماذا لا تؤخذ جرعات للناس قبل الإصابة بالفيروس، جرعات وقائية يعني؟ تماما، المشكلة بالآثار الجانبية لهذا الدواء، وخاصة الآثار القلبية وآثار العيون، طبعا الآثار الجانبية إعطاؤه بصورة وقائية في خطر على بعض الناس لذلك، ولا يفيد أيضا، لأن الحالات المبكرة قد لا تحتاج أي علاج، لذلك لا نفضل أن يعطى إلى الآن بصورة وقائية. طيب أسامة شاهين يقول لو أنا مصاب بالفيروس كم يوم يلزم للشفاء من غير الذهاب للطبيب؟ يبقى الشفاء يتراوح من 4 أيام لأسبوعين، قد يأخذ أحيانا أكثر من ذلك حسب الإصابة ودرجتها وشدتها والأعراض، لكن عادة يكفي 14 يوم أن نكون شبه متأكدين أن الأمور انحسرت إن شاء الله. طيب لا أريد أن أطيل أكثر من ذلك دكتور، ولكن أسئلة الجمهور كثيرة. يعني حمزة كذلك يسأل يقول كم أقصى مدة حضانة للفيروس وكم نسبة عودة الإصابة للمتعافين؟ نسبة هل هناك دراسة عن هذا الأمر؟ من 7 ل 14 يوم، من يوم ل 14 يوم، ولكن قد تمتد في حالات نادرة أطول من ذلك، لكن هذه المدة المتوسطة بالنسبة للحضانة. عظيم. سؤال آخر يتعلق بالصوم من نعم. سعيد يقول ما هي الوجبات والفواكه التي لا تجعلني أشعر بالعطش أثناء الصيام ويعني تجعلني في وضع مناعي جيد؟ الحقيقة مثل أي صيام تاني الواحد لا يختلف، الإكثار من الفواكه جميعا من الخضار المتوفرة، هي الإكثار من السوائل أيضا في فترة الإفطار هي من الأمور المفيدة، ولكن يعني الصيام مثل باقي أيام الصيام العادية وسنوات الصيام السابقة. عظيم. طيب دكتور في الختام يعني نريد، يعني تحدثت في البداية
بأجمل بشرى أن إن شاء الله سيكون العيد عيدين، عيد الفطر المبارك وعيد انتهاء جائحة كورونا. نريد منك أيضا كلمة في الختام فيها نصيحة تتعلق طبعا بالصيام وبشهر رمضان وكذلك بالوضع الخاص بوباء كورونا. طبعا ان شاء الله يكون العيد عيدين، يعني ليس يعني انتهاء الجائحه وانما بطريقها الى الزوال وتخفيف الامور المرتبطه بها، ان شاء الله تكون ذلك، نكون تجاوزنا القمه وبدايه التراجع. اما بالنسبه لموضوع الصيام فنحن ننصح انه ما في خوف من الصيام مثل الايام العاديه، صيام عادي. بالنسبه للمصابين بدون اعراض اولئك عندهم امكانيه انه يصوموا إذا كانوا لا يخشون على أنفسهم، المصابين بدون أعراض لأنه ما بيحتاجوا أي دواء، يحتاجوا تكثير من السوائل مساء أثناء الإفطار. أما العرضيين فننصح بعدم، يعني الواحد أنه ما يجي على نفسه كثير، إذا عنده أعراض ولا سمح الله مصاب أن يعني الأفضل أنه لا يتابع صيامه، فرصة عنده فرصة من الله هي أنه يفطر في هذه الفترة ويعاود بعد في مرحلة لاحقة. أشكرك جزيل الشكر دكتور حسان الصواف استشاري الأمراض الصدرية والعناية المركزة، أشكرك على هذا اللقاء وكذلك أشكركم مشاهدينا، وسامحونا لو لم نستطع الإجابة عن كل الأسئلة التي تفضلتم بها، ولكن نحن معكم يوميا إن شاء الله في نفس هذا الموعد على شاشة الجزيرة مباشر وعلى صفحات برنامج مع الحكيم في تغطية على مدار شهر رمضان للأخبار الطبية وكذلك لمستجدات جائحة كورونا. أشكركم وإلى اللقاء.